وينضم معنا من مأرب العميد ركن عبدو عبد الله مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية. أهلا بك. يستمر الجيش الوطني لليمن وبدعم من قوات التحالف في طرد الحوثيين من مناطق سيطرتهم التي كان آخرها منطقة مفرق البرح. ما الأهمية العسكرية لهذه المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخي العزيز، وشكرا أيضا للمشاهدين لقناة الأخبارية، هذه القناة المتميزة والمهتمة أيضا بالانتصارات التي تحقق في مختلف الجبهات. هناك انتصارات في محافظة صعدة ومحافظة البيضاء ومحافظة تعز. في يومنا هذا تم تحرير عدد من المناطق وأهمها مثلث البرح ومفرق الوازعية، ويتقدم جيشنا الوطني بعد سيطرته على جبال خزان العريش الاستراتيجي نحو مدينة البرح. هذه المدينة التي تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية الحوثية، ومن خلال السيطرة على هذه الأماكن تم قطع طرق الإمداد على الميليشيات الانقلابية الحوثية، وكذلك تحقيق السيطرة النارية على مواقع الميليشيات الانقلابية وتحقيق الرؤية المباشرة. أيضا هناك أيضا سيحقق مستقبلا التحام الجبهات، سواء جبهة الوازعية وجبهة مقبنة وجبهة جبل حبشي. ستتقدم هذه الجبهات المتاخمة للخط الإسفلتي الرابط بين محافظة تعز ومحافظة الحديدة لتشكل طوقا على الميليشيات الانقلابية الحوثية، ولتقطع خط الإمداد الرئيسي الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابية الحوثية للإمداد. بعد أن تم قطع طريق حيس محافظة تعز، سيتم قطع أيضا الخط الرئيسي وكذلك الخطوط الفرعية، وهذا يمثل الأهمية الاستراتيجية. هناك تقدم مستمر ومتسارع، هناك استناد طيراني سواء الطيران المقاتل أو الطيران الأبطشي. أخي العزيز، نعم. الانتصارات متوالية كذلك في ميدي، والذي تم تحرير أيضا عدد كبير. تفضل تفضل عميد ركن، تفضل عميد عبدو. ننقل أيضا إلى المناطق الأخرى. هناك أيضا تمكن جيشنا الوطني وباستناد من طيران التحالف العربي من تحقيق انتصارات هامة واستراتيجية، وخاصة في مديرية ميدي التي تم تحريرها بالكامل بعد تحرير سلسلة كتف مقل في جنوب ميدي، وهذا يحقق التقرب لجيشنا الوطني. وبعد أن استطاع السيطرة النارية والسيطرة أيضا على أجزاء كبيرة من وادي حيران، وكذلك سيحقق التقرب نحو مديرية حرض الذي مستقبلا سيتم تحريرها بالكامل من قبضة الميليشيات الانقلابية الحوثية. محافظة صعدة لها انتصارات وفي وعبر تلك المحاور الخمسة، سواء محور كتاف ومحور علب ومحور البقع ومحور رازح ومحور الظاهر. في محور علب مديرية باقم هناك انتصارات بتحرير آلة سبحان بالكامل، وكذلك تحرير تبت مجازة وتبت الهشيمة. طيب. وكذلك انتقلت المعارك نحو أبواب الحديد. أخي العزيز، أيضا تم خلال الأيام الماضية في هذه المناطق أيضا استكمال تحرير جبل المسطرة وكذلك جبل البركان ومجملة. أيضا الانتصارات المتوالية، تم استعادة عدد من الأسلحة المنهوبة من طيب. مخازن. عميد عبدو، إذا سمحت لي عميد عبدو، ميليشيا الإرهاب الحوثية استهدفت المملكة ب 132 صاروخ باليستي حسب ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يوم أمس. أليس هذا دليلا كافيا على تورط إيران في دعمهم وزعزعة أمن اليمن وكذلك الدول المجاورة؟ فعلا نكمل الإجابة عن السؤال الأول. هو في كتاف هناك أيضا انتصارات كبيرة في مديرية كتاف، استطاع الجيش الوطني التقرب يوما بعد يوم نحو مركز المديرية بعد تحرير وادي الفرع وكذلك منطقة العطفين، والتحمت جبهة المليل والصوح وتم قطع الخط الإسفلتي. أيضا نشير إلى الانتصارات الكبيرة في جبهة قانية، حيث تم تحرير خدار العرجة وأجزاء وراس حوران وأجزاء كبيرة من سلسلة جبال يسبل. الآن انتقلت المعارك إلى منطقة الوهبية في مديرية السوادية، التقدم مستمر. كذلك في جبهة الملاجم هناك انتصارات كبيرة تحققت، واستطاع سيطرة الجيش الوطني على أشعاب فضحة وكذلك سد فضحة وكذلك مواقع الفقراء، وجيشنا الوطني قطع الخط الإسفلتي الرابط بين مديرية الملاجم وكذلك مديرية نعمان وبالأخص عقبة القندع. أما عن سؤالك أخي العزيز، وهو سؤال وجيه الميليشيات الانقلابية الحوثية،
يا أخي العزيز جعلت من محافظة صعدة محافظة الأمن والسلام، والتي كانت تصدر الرمان إلى أنحاء الجمهورية وإلى الدول المجاورة، أصبحت تصدر من هذه المحافظة الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن الأهلة بالسكان كمدن المملكة العربية السعودية في مقدمة العاصمة السعودية الرياض، وكذلك المدن الأهلة بالسكان في الجمهورية اليمنية. أخي العزيز، هناك أهمية كبيرة لتحرير محافظة صعدة من قبضة الميليشيات الانقلاب الحوثية لعدة أشياء وعدة أسباب. شكرا جزيلا لك العميد ركن عبدو عبد الله مجلي، الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، كنت معنا معلقا على آخر الانتصارات للجيش الوطني بدعم التحالف في اليمن. شكرا جزيلا لك.